تزامنا مع بدء العملية الانتخابية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، مما يدل على وعي الشعب بهذه المسؤولية والإدلاء بصوته ليختار بنفسه من يمثله تحت قبة البرلمان ويوصل مطالبه. كما ترون هذه التجهيزات أمامكم في عمق الصورة، من صندوق انتخابي ومغلفات انتخابية والحبر الانتخابي وغيرها من المعدات، إلى جانب الغرفة السرية. والآن لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مجريات العملية الانتخابية في هذا المركز، سننتقل إلى رئيس مركز الانتخاب هنا في مبنى نقابة المعلمين جامعة دمشق. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. نحن اليوم هنا في هذا الاستحقاق الدستوري، كيف تقيمين إقبال المواطنين في ساعات الصباح الأولى، وما هي الإجراءات أو التجهيزات المتبعة قبل بدء العملية الانتخابية؟ هلا نحن من مبارح السنفار بلشنا نجهز للعملية الانتخابية، بصراحة مرتاحين كتير ومبسوطين كتير انه نحن كمان ادلب، مشكورين كل الجهات المعنية انه ادلب فعلا يعني ما نسوا شعبة المنتشرين بكل انحاء سوريا، وفعلا تخصصت صناديق بجميع انحاء سوريا ليقوموا الشعب والجماهير بادلب بالادلاء بصوتهم. بصراحة نحن اليوم الصباح منذ الصباح الباكر الساعة 6:30 نحن أتينا إلى هذا المركز وشفنا فعلا في جماهير عم تنتظرنا، يعني هذا بدل على الوعي الجماهيري، على الوعي إنه الناس تدلي بصوتها، وفعلا أصبح يعني أصبح هو حق وواجب لكل مواطن، وهذا بالفعل دليل على وعي المواطنين. سؤال آخر لو سمحتي، كيف تتم خطوات الانتخاب هنا؟ يعني كيف الناخب اليوم يأتي ويدخل إلى المركز، كيف يبدأ بخطوات الانتخاب؟ هلا خطوات الانتخاب مثل ما شفتوا نحن عنا صندوق انتخابي وعنا أوراق انتخابية ومع ظرف والحبر السري. هلا اكيد وفي الغرفه السريه، فنحن الناخب بيحط الاسماء اللي هو بيختارها بالظرف، وبعد ما نحن ناخذ معلومات الهويه كامله وحصرا انه يكون من قيود ادلب حصرا، بعد ما يحطها بالصندوق طبعا نحن الحبر السري اكيد ما لازم ننساه للحفاظ على. هل كانت هناك أي عراقيل أو معوقات تعوق العملية الانتخابية هنا؟ صراحة بشكر جميع الجهات المعنية لهذا التنظيم الرائع، فعلا تنظيم حلو، ومشكورين محافظة إدلب خصيصا عملت مجموعات على الواتس لتفهمنا كافة العملية الانتخابية، يعني الواحد منا لو ما كان عنده هاي التجربة فعلا صار عنده هاي التجربة من خلال مجموعات الواتس اللي عملونا إياه وشرحونا كافة العملية الانتخابية. شكرا لك، يعطيك العافية يا رب. إذن كما رأينا هناك وعي كبير من قبل المواطنين بحقهم الانتخابي، هذا الحق الذي يمثل مسؤوليتهم، الذي يمثل تطلعاتهم إلى مرحلة جديدة تكون أفضل من المرحلة السابقة. والآن بالطبع سننتقل إلى أحد المواطنين هنا في المركز الانتخابي لمعرفة رأيه في هذه العملية الانتخابية. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما رأيك اليوم في هذه العملية الانتخابية؟ الانتخاب هو عملية حرة لجميع المواطنين في الجمهورية العربية السورية. أنت اليوم هنا لتنتخب مرشح معين، ماذا تريد من هذا المرشح، أو بناء على ماذا قمت بانتخاب هذا المرشح؟ نحن باعتبارنا محافظة الجمهورية العربية السورية، محافظة إدلب تعرضت لهجمة إرهابية شرسة صار فيها حجم دمار كبير. نحن بدنا مرشح يكون كفؤ لعتل الأعمار، لتسهيل الواقع المادي والمعيشة والاقتصادي والخدمات لكافة المنطقة. أي تقول أن تحسين مستوى المعيشة هو المطلب الأساسي لكافة المواطنين، يعني يتوحد كافة المواطنين في هذا المطلب. ننتقل الآن أيضا إلى أحد المواطنين أو أحد الناخبين الآخرين هنا في المركز لنطلع على رأيه. نفس السؤال الموجه لزميلك، أنت هنا لانتخاب شخص، بناء على ماذا؟ هل بناء على برنامجه الانتخابي أم بناء على متطلبات معينة؟ كيف قمت باختيار هذا المرشح؟ أكيد نحن نتمنى التوفيق للجايين نترشح، وأكيد من قلبنا يعني نتمنى له التوفيق، وإن شاء الله كلياتنا من أيده يعني بالحملة طبعا. يعني يعطيك العافية يا رب.
إذن كما شاهدنا أعزائنا المشاهدين وزملائنا في الاستوديو، هذه كانت هي مجريات العملية الانتخابية هنا في رئاسة جامعة دمشق، مبنى نقابة المعلمين، صندوق إدلب. هذا دليل على أن الجمهورية العربية السورية هي أرض، ولو تعددت الدائرات الانتخابية إلا أنها قطعة واحدة تمثل جميع السوريين. ونعود ونذكر السادة المشاهدين بأن هنالك 8151 مركزا انتخابيا موزعين في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية لاستقبال المواطنين في كل مكان لإدلاء بأصواتهم وأداء هذا الحق والواجب الدستوري. هذه كانت رسالتنا من مبنى نقابة المعلمين في المركز الانتخابي في مبنى نقابة المعلمين. مجد خيزران لقناة سما الفضائية، أعود إليكم.